ما الفرق بين الحب والتعلق؟ التعلق معناها انه لو هذا الشخص مو موجود راح تهتز طاقتي راح تهتز، القصة اللي انا اعيشها راح تهتز. الحب لا، ما المفروض انه يهز الطاقة، ما المفروض انه يخليني ارتبك، ما المفروض. والشخص المحب، اتكلم عن المحب اللي يعيش حالة حب او مرحلة حب، لن يضعك في هذا الموضع، لن يضعك في موضع تعلق. الشخص المحب يعني خلنا نقول مثلا أم محبة راح تعد بنتها إنها يوم من الأيام راح تطلع من البيت وتعيش لوحدها ومع عائلتها مع عيالها مع زوجها. أم متعلقة راح تقفل على بنتها وما راح تعدها اصلا للزواج ولا لفكره الزواج ولا لفكره تكوين عائله، لان لو طلعت بنتها هي يعني تنهار. هي شلون تعيش؟ هي طاقتها من هذه البنت، فشلون تعيش؟ ما تقدر. فهي مش محبه، هي متعلقه. وبالتالي احسن شيء انها ما تزوج بنتها. يجا واحد دق الباب ودق السماعة تقول ما عندنا بنات للزواج، وبنتي تدرس، والله ما مشغولة، بنتي موظفة ما هي فاضية، والله بنتي مو متحمسة هاليومين للزواج، لأنها هي ما تقدر تعيش بدون هذه البنت، ما تقدر تقدم هذه البنت لحياتها هذه البنت. فكيف تقدرين تشوفين الفرق ما بين أم تحب، فبالتالي هي عدت بنتها أنها تكون لها طاقتها المستقلة، بينما أم متعلقة لا، عدت بنتها أنها تكون هي الخزان اللي هي تشفط منه الطاقة. وقيسي على ذلك كل العلاقات. شخص محب راح يدفعك أنك تكونين متكاملة بنفسك. شخص محب راح يقول لك سوي بنفسك، افعلي بنفسك، انا بساعدك بس لازم تدبرين نفسك، لازم تقولين كذا، لازم تفعلين كذا، يقول لك خذي حقك بنفسك، سوي كذا بنفسك، ما يحتاج انا اتكلم بنيابه عنك، ما يحتاج اسوي بنيابه عنك، ما يحتاج اقول بنيابه عنك، ما يحتاج اصرخ بنيابه عنك، ما يحتاج اضارب بنيابه عنك، انت سويها بنفسك. هذا شخص محب. حتى ما تكونين انت عالة على هذه الطاقة، وبالتالي يكون في تعلق. كيف اخلي طاقتي لي ما استمدها من غيري؟ انا ما عندي مشكلة في اني انا استمد طاقة من الاخرين، بس لابد انها تكون طريقة صحيحة. مو اول شيء انه انا ابتداءً لازم عندي في طاقة رايحة وطاقة جاية، صح ولا لا؟ لازم عندي اني انا اقدم واخذ. انا ما اتكلم عن الاشخاص، انا اتكلم عن قصة حياتي، انا اتكلم عن انت لما تتعامل مع الكون لابد انك تقدم وتأخذ. مو انت تتعامل مع شخص تقول وش باخذ منه وش بعطيه، لا، انت تقدم ماذا تستطيع ان تقدم، ماذا تستطيع أن تقدم. أغلب الناس عندهم ورطة في موضوع إيش أخذ وإيش أقدم. مرات بعض الأشخاص يأخذون شيء ما المفروض أنهم يأخذونه،
ويعطون شيء ما المفروض انهم يعطونه، وبالتالي تنعفس اشياء كثيره في حياتهم، كثير اشياء معفوسه عشانهم بس ما ضبطوا موضوع هم وش يقدمون وش ياخذون. فأنتي لما تقولين والله انا طاقتي انا بس ابغاها استمدها مني وانا بس من عندي وكذا، اقولك انت يعني انت داخله تجربه فيها ناس، ما انت لحالك، انت ما انت لحالك. صحيح انه لازم يكون عندك خزاناتك، بس في النهايه انت لازم تقدمين وتاخذين، وتقدمين وتاخذين. تكلمنا قبل كذا عن قانون العطاء، وناقشنا اهم القواعد في موضوع العطاء. يمكن برضو نحتاج ان اذا تبغون نتكلم عن موضوع الأخذ، نتكلم عن موضوع الأخذ ومتى أنت تأخذ ومتى تطلب ومتى تستقبل ومتى ترفض أنك تأخذ، متى تأخذ، متى تطلب، متى تستقبل ومتى ترفض. متى تقول لا شكرا ما أبغى، ما أبغى، ما محول الطاقة مكان ثاني، لا أستقبل هذه الطاقة. فإذا تبغون ممكن نتكلم عن هذا القانون، ممكن يفيدنا كثير. واللي ما حضر كنا تكلمنا في إنستغرام لايف عن قانون العطاء، اللي ما حضر يحضر يروح يشوفه في اليوتيوب مجاني، كثير مفيد وكثير مهم. كلنا نحتاج نعرف يعني متى نعطي ومتى ما نعطي، لأنها مرتبطة بكثير اختبارات في الحياة. يعني تخيل إنه الثراء معتمد على موضوع العطاء، تخيل التعلق معتمد على موضوع العطاء، استحقاق معتمد على موضوع العطاء والأخذ. كثير كثير أشياء في الحياة معتمدة على كيف تدرك هالقانون وتفهمه صح. طيب، بعض الأسئلة تكون كثير طويلة، يطلع الخط عندي صغير والسؤال مو مكتمل. هل أتضرر من شخص تعلق بي تعلق وهمي؟ وش هذا التعلق الوهمي؟ أحس إنك في تويتر فاتح حساب فراشة ونفوشة وبعدين تعلق وهمي، تعلق وهمي. أنا ما جاء في بالي لأنك فاتح أكاونت في تويتر وتعلق فيك واحد هو اسمها النمر الذهبي وانت اسمك فراشة منفوشة وتعلقتوا في بعض. شلون تعلق وهمي؟ ما وصلت لشيء. تعلق وهمي. فكيت تعلقي وشريكي هو متعلق، هل يمكن بعد انهاء هذا العقد الكارمي يصير حب؟ الآن أنتي فكيت التعلق، هو ما فك التعلق، وحسب وصفك أنه العقد كارمي، وأنتي تقولين هل ممكن بعد هذا العقد الكارمي يصير حب؟ أنتي الآن لسه هو ما فك التعلق، صح؟ فممكن أنتي من طرفك اللي تغير الموضوع، بس هو من طرفه لسه ما تغير، لسه الرسالة ما اكتملت عنده يعني. بس انه عشان تشوفون قد ايش احنا كبشر يعني متورطين كثير، انه هذا نموذج مثلا، نقول احنا عندنا عقد كارمي ومع ذلك متعلقين. تخيل تخيل تخيل، يعني في اشخاص في البيت عندهم احد ما يعني كثير رديء، يعني كأنه واحد من كفار قريش كثير رديء، ومع ذلك متعلقين فيه. تقول شلون هذا الإنسان وصل لهالخلطة، هالبشرية يعني وصلوا لهالخلطة إنه ممكن عنده واحد يعني مرة تعبان ومع ذلك متعلق فيه، ما يقدر يفك عنه، ما يقدر يروح عنه، ما يقدر يستغني عنه، ما يقدر يعني
ما يقدر ياخذ حقوقه منه، ما يقدر يرد عليه، ما يقدر يقول خلاص يا عمي انت وقصتك السخيفه والبايخه، ما يقدر.